بخطى واثقة ومتزنة تسير السلطات في محافظة حضرموت صوب الأهداف التي رسمتها لتحقيق تطلعات أبناء المحافظة، ومنها الإعلان عن بدء المرحلة الأولى لمشروع بناء كلية الشرطة. قررنا باسم المحافظة من إيراد المحافظة، ونحن نجمع لنا حوالي أكثر من 6 شهور، أن تقوم المحافظة بالتبرع بمليار ريال كدفعة أولى لهذا الصرح. أعمال الإنشاء للكلية التي كان الرئيس هادي قد وضع حجر الأساس لها أثناء زيارته الأخيرة للمحافظة في ديسمبر الماضي ستشمل بناء القاعات الدراسية والمختبرات التطبيقية ومساكن الضباط والطلاب وإعداد الخطط والمناهج الدراسية. يعمل خبراءنا وقادتنا وضباطنا من اليوم وصاعدا في إعداد خطط المناهج، في إعداد أيضا متطلبات هيئات التدريس، الإخوة المهندسين في إعداد المباني وتجهيزها، وأيضا تجهيز القاعدة المادية لكلية الشرطة. وبات إيجاد كلية للشرطة خطوة مهمة لرفض المؤسسة الأمنية بكوادر شابة ومؤهلة. طبعا هذه الكلية التي ستكون بمثابة نواة للأجيال القادمة، بحيث يكون لدينا رجال شرطة قانونيين، رجال شرطة يلموا بالقوانين، رجال شرطة يستطيعوا أن يساهموا في بناء هذا المجتمع. سيكون داخلها مدرسة تدريب الشرطة، مدارس متخصصة لهذا المصلحة العامة لحضرموت وللإقليم. ويأتي الإعلان عن انطلاق عمليات إنشاء الكلية التي يتوقع أن تبدأ باستقبال الدارسين فيها من حضرموت والمحافظات المجاورة مطلع العام القادم، في وقت تواصل الحكومة الشرعية والتحالف العربي جهود إعادة بناء المؤسستين الأمنية والعسكرية في البلاد. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.